فصل صيف في أوجه، ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة، هي فرصة هؤلاء الأطفال للتمتع بعطلتهم الصيفية تحت هذه المظلات، إلا أن هناك آخرون محرمون من تذوق هذه اللذة ولو أنها تعتبر من أبسط حقوقهم. من أجل تأمين بعض المصاريف، خاصة وأن موعد الدخول المدرسي قد اقترب، يضطر بعض هؤلاء البراءة للاستغناء عن عطلتهم من أجل عمل بسيط وشاق في نفس الوقت. سعيد واحد من هؤلاء الذين التقيناه وأمضينا بعض الوقت معه، يحكي لنا يومياته. مصباح ربيع السبعة، نغسل وجهي، نشرب قهوة، أنا مريح في الحومة ندور، يلحق وقت الخدمة 11-12، نجي نهضم هنايا، تنفح لي نروح نعوم شوية، نعاود نولي، كل عام نخدم وندخل لي فاكونسون، ندخل لاني سكولر جديدة، نقرا نورمال. حرارة الشمس الحارقة إضافة إلى حرارة النار الملتهبة لم تقف عائقاً في وجه سعيد من أجل توفير مستلزماته استعداداً للدخول المدرسي المقبل. هذا بين نصبان لقى كل شوية جيب صماليش ظروف ما نعاونوا لأجوز الشيخ في مصرف تاع الدار ما شروا هوايش تاع ليكول شروا الدواء المدرسية واش ديري. وعن تقبل البالغين لهذه الظاهرة يقولون ما كاش هادو مصاغر لي فاكونس تاعهم بفوتوهم لهنا يبيعوا اشوا على طرف الطريق كذا هما مامو راح يفوتوا في لابلاج لي فاكونس تاعهم كذا كل حال الاخت كل واحد وظروف تاعو يا اخي هكا بالك هو بالك ما هو يقرا في الشتاء ويجي لهنا ينافيغي في الصيف باش يساعدوا الحال في الشتاء يشري دخلات عليه كور كذا دوزات عليه كور يا اخي هكا كل واحد وظروف تاعو الا مامو يجوزهم لي فاكونس في البحر هكذا باش يروح يجوز ويكمل قرايتو انتيك نورمال مامو والديه ما يخلوش يخدم خدمه هذه دوكا في عمره 14 مامو ما يخدمش خدمه يبيعون الخبز البيض المياه والمرطبات او الذره اختلفت البضاعه التي يبيعونها لكن تجمعهم فكره واحده وهي العمل وكسب النقود جمعهم الحرمان واخرجتهم الحاجه ليبقى حلمهم الوحيد هو ان يقضوا عطله كما يقضيها من هم في سنهم.